موضوع بعض المبادرات التطوعية أيضا عندهم، يمكن كل أسبوع نحط موضوع الالتهاء، يعني الناس اللي يبدون ماسكين السوشيال ميديا الإعلام من جديد، وصار لغة التخاطب فيه ضعيفة مع الأهل مع الوالدين، ما صارت قريبة جدا، تكلمنا عنها. كل أسبوع موضوع معين، وفي الفقرة الثانية تكون ارتجال، يعني نطلب منهم فجأة سوونا كذا. يا سلام. إيه، فأشوف تعتمد قدراتهم. طبعا وظف الإنشاد مع الدراما، يعني التمثيل حلو يقدمون من الشباب، ويكشف مواهب وتعزيز أيضا. أي بالضبط بالضبط، كلها تحمل رسائل يعني. الله ينفع بكم. لا، وأيضا اختيار الوطن أيضا جانب مهم الحقيقة. صحيح، الانتماء، وخاصة أن المتابعين هم الجيل الحقيقة. صحيح، الشباب الصغار وكذا، احنا ودنا نفعل. دائما أقول حتى لوزارة التعليم، أقول لهم دائما احرصوا، احنا ما نبغى فقط النشيد الوطني أو بعض النصوص اللي خلنا نقول جامدة. أحسنت، بالضبط، خلوها شيء متحرك، يعني خلي الناس يحسونها الحقيقة، اللي تكون مباشرة يا شيخ. المباشرة تماما يا شيخ، البرامج دي توصل الوطن. هلا حبيبنا عبد الكريم، كيف الحال؟ جوال جوال. الله يوفقك، الله يوفقك. يلا يا اخوان، عبد الكريم ما شاء الله منور بكل شيء ما شاء الله. الله يوفق يا عبد الكريم. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، بسم الله، واحد. شلونك؟ بخير. العلوم؟ طيبين. شاخر الاخبار يا ولد؟ بدت عاصفة الحزم. والله؟ اي والله. شلون؟ سيد الملك سلمان الله يحفظه امر باطلاق عاصفة الحزم. حلو. اي تعال نشوف نقرا. اوف 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 اوف. ايش؟ شفت عدد اللي طلعوهم بالحدود الجنوبي؟ والله واجد. يا ولد ارسل 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 واتساب واتساب واتساب. تم التحديد ورسلتها بالجروبات كلها. يا سلام عليك. طيب ان شاء الله منتصرين باذن الله. اوه، وش الاخبار؟ شو الاخبار عندك الجديده؟ ذا الحين قدهم نازلين مع العقبه. والله؟ اي تعزيزات مع العقبه. ورا صور. شوف شوف عقبه الضلع نازلين. اوف 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 اوف. ارسلها 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 لي تكفى ارسلها. ها؟ ارسلها يا سلام. ايوه صراحه. يا سلام عليك. خلنا برسل العيال خلي يشوفونا الحين. بإذن الله منصورين. بإذن الله نظر يا ايش يقولون. يا سيدي الله يرسل. يا الله يا الله يا رب انك ترسل. اسمع، القناصة حطوهم في الجبل اللي الجبل البني. يا اخي وين تقراهن انت ذولي؟ هذه تجيني الاخبار من ولد عمي وجدي واللي في الجيش. انت ارسل لي بجروب، انا برسل بنزل بتويتر. قد ارسلت. ارسل ارسل. نا 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 وش يا وش وش شوف صورهم. واه يا كثرهم. هذا المكان اعرفه. وين؟ في جبل الدخان. ارسل ارسل. وش دراك؟ شفتي شفتي استشهاد. وش السالفه؟ جبل الدخان ما كم استشهدوا؟ له له وش سوينا يا اخي؟ والقناص راح فيها. صد؟ اي والله الجبل البني دكوه دك. نار نار ايش يقولون؟ نار نار ردود. انتم تحددون المواقع وانتم يا ود احنا غلطانين. وش سوينا؟ ما تلاحظ انه انا سوينا غلط؟ لو 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 نبغى نكون عون. صرنا يعطيكم العافيه يعطيكم العافيه. ما شاء الله معبر. يعطيكم العافيه. نسمع اول شيء تعقيب الشيخ قبل ما نبدا. انا ما لا ضروري والله يا شيخ، نبغى احنا قلنا نستفيد منك. انا ما راح اتكلم في اموركم الفنيه. أي. لكن حقيقه رساله الوطن يستحق منها اكثر. والمملكه العربيه السعوديه اليوم فعلا تقابل هذا العدو الحوثي والعداء اليوم الحقيقه المتكامن على بلدنا. فالحقيقه هذه رساله لكل من يشاهدنا. وانا فهمت من المشهد أن ينبغي أن ما نسرب أخبار بحجة أننا نريد حقيقة أن نتسلى. رسالة وصلت الحقيقة وأنا أهنيكم عليها، والوطن يستحق أكثر. الله يحفظكم. الله يحفظكم. يعطيكم العافية. الله يحفظكم. ناخذ فهد سافاد العصفور مخرج مسرحي، تفضل. بخصوص التمثيل يعطيكم العافية، ما قصرتوا. النص كانت الرسالة جدا جدا مهمة،
وصراحة هذا الشيء اللي نحتاجه. يعني زيني شفتها اليوم، يعني أنا كنت من زمان أتمنى أحد يجسدها، إنك أنا دائما أسمعها في رسائل الواتساب وفي التويتر، لكن اليوم أبدعت صراحة بتجسيدها. يعطيكم ألف عافية. يعطيكم العافية يا شباب. بس أنا تعقيبي بسيط، كنا نتكلم عن المباشرة حتى أنا والشيخ قبل ما نبدأ، أنت قلت إنه حنا اللي يعني حنا اللي ورطناها من خلال تداول هذه الأخبار. الرسالة وصلت بصراحة بدون ما تقولها، لأن في الدراما أو بشكل عام في المسرح ما يحتاج فكرة المباشرة إنك تقول الكلام. رسالة وصلت بدون ما تقول، مجرد ما طاح. وعجبني حقيقة عبد الكريم استخدام، أنا دائما أقول استخدموا الفضاء المسرحي، يعني فكرة الضرب من وراء عبرت، مو شرط إنه أحد يقول لا ما في رصاص، أعطاني الإحساس حقيقة. وأيضا خالد يعني يوم أدى، فيعطيكم العافية. أنا والله شكرا لك. أنا والله خرشن. عبد الكريم والله حسيت حسيت. يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك. شيلوا الأغراض يا شباب، شيلوا الأغراض. أهنيكم على فعلا توظيف قدراتكم من خلال وضع السينوغرافيا والديكور، ما شاء الله حاطين سلاح. هذا شغل حاطين حامد ظافر صراحة حقيقة، راح ناخذه في التقييم بعين الاعتبار.